السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين قناة روز لاند؟ وحشتونا جدا جدا جدا، ورجع لكم فيديو جديد حلو جدا. طبعا احنا في الصيف، وزي ما انتم عارفين بقى ان احنا بنلبس فيه سليبرات على طول دايما. فزي ما انتم شايفين كده ان انا جايبة لكم افونا من املاح الباتيكير، من بتاعة افونا دي، حلوة جدا 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 عن تجربة، ولو جربتيها هتدعيلي قوي. بس اهم حاجة الطريقة اللي انت هتجربيها بيها. وكمان منزلة معانا افونا، منزلة كمان ملح، زي ملح الحليب كده اللي احنا كنا بنستخدمه للجسم، ده برضو ملح الاستحمام، في بقى منه بالخوخ، في روايح كتير جدا جدا جدا، وهقول لك برضو على الطريقه اللي تستخدمي بيها عشان ايه يجيب معاكي مفعول حلو جدا. الاول هنتكلم عن املاح الباديكير. زي ما انتم شايفين كده بيبقى املاح خشنه، زي ما انتم شايفين كده. احنا بنجيب طبق فيه ميه سخنه على قد ما رجلك ما تستحمل، وبنحط منه تقريبا معلقتين كبار، وبعدين نحط فيه رجلينا. وطبعا مع الميه السخنه خلي بقى ايه كل الجلد الميت اللي موجود في الرجل اتشال. فالاملاح دي حلوه قوي، ممكن نضيف معاها نص كوبايه خل، معلقه بيكنج صودا، دي برضو هتدي معاكي نتيجه حلوه قوي 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 وتحفه قوي، سعرها حلو جدا. البرطمان ده ممكن يعمل معاكي تقريبا كتير، يعني يعمل معاكي كذا مره، يعمل معاكي فترات طويله، يعني يعمل معاكي حوالي 5 6 مرات على حسب برضو الكميه اللي انت بتحطيها وكده. وبيدي برضو ريحه حلوه جدا 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 جدا، وبيدي نتيجه حلوه قوي. وده انا شفته في كذا بيوت سنتر بيستخدموه، فسعره حلو قوي قوي قوي. انا وفرته لكم، وعندنا برضو زي ما انتم عارفين توصيل جميع المحافظات. وتعالوا بقى ملح الاستحمام ده، طبعا في منه روايح كتير جدا، زي ما انتم شايفين في منه اللي هو بالخوخ ده، في منه برضو روايح كتير قوي، في بالمانجا، في بالتوت، في باللافندر، في بالنعناع، في روايح كتير قوي، فعلا ريحته بتثبت. كل اللي عليكي ان انت بتملي البانيو ميه مثلا، ومش بتحطي فيه غير حبه شاور، وكمان معاه الاملاح دي. الاملاح دي بقى زي كانك عملتي حمام مغربي بس على السريع، يعني ايه اللي هو حاجه كده سريعه، فاهمه؟ مش حاجه بقى تتنضف بجد من جوه، يعني حاجه كده سريعه مستعجله مثلا، او عامله مثلا حمام مغربي بتعمليه مثلا مرتين في الاسبوع وعايز تاخدي شاور، ممكن بده، تمام؟ يبقى حاجه كده سريعه. ريحته حلوه جدا برضو، وروايحه كلها ثابته وجميله، واحلى حاجه ان الريحه بتاعته بتفضل ثابته شويه في الجسم. وسعره حلو جدا وعلى قد الايد، في توصيل جميع المحافظات. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.